خلينا نقول لك اللي الكثير من الاحزاب تعقد مجالسها الوطنيه ومكاتبها السياسيه هذا اليوم. احنا شوف احنا نحترم مواقف الاحزاب في خصوص خياراتها في الانتخابات، سواء كان الامر يتعلق بحركه النهضه او بغيرها، ونحترم هذه المواقف وهذه التصريحات والقرارات التي تنشا عن مؤسسات هذه الاحزاب. احنا نرحب بكل من يشارك في العمليه الانتخابيه، ونرحب ترحيب خاص باللي صوتنا نحن مهما كان الصوت هذا. احنا وقت اللي حد يمشي للصندوق وباش يحط ورقته ما نبداوش نحللوا في الدم نتاعه، شنو الدم نتاعه، هذا دم شنو الايديولوجيا نتاعه وما الى ذلك. احنا كل صوت يوضع في الصندوق هو لبنه في الصرح الديمقراطي، وبالتالي نحن نحترم كل هذه التصريحات وكل هذه المواقف وهذه الأحزاب وهذه الحركات على رؤوسنا وعلى عينينا من فوق، وما تراه نحن نحترمه ونتفاعل معه.